وسلم حقوق المسلمين كبيرة جدا، وحرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة. حرمة المسلم عند الله جل وعلا أعظم من حرمة الكعبة، فماذا تنتظر؟ لو هدمت بنيان المسلم لكان أعظم إثما عند الله وأكبر ذنبا من أن تأخذ معولة ثم تصعد الكعبة من أجل أن تهدمها حجرا حجرا. فهدم الكعبة أقل إثما عند الله من قتل المسلم، تقتل مسلما بغير حق. ومع ذلك فقد استحلى أقوام قتل المسلمين قتلا عشوائيا من غير تفرقة. ما أكثر ما رأينا من أولئك الخوارج، وهم اليوم منتشرون تحت أسماء شتى: القاعدة، الجماعة الإسلامية، الإخوان المسلمون، كل هؤلاء من الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم كلاب النار. فهو ده بالنسبة لي البذرة التي قامت عليها الفشيع الديني. لن أحكم على الرسول ولا على القرآن بمقاييس القرن الحادي والعشرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الآن الحرب بين الإسلام وبين العلمانية. ففي هذا الوضع ما ينبغي للرجل المسلم الغيور عن الإسلام أنه يجي في سبيل بيان موقفه من بعض الجماعات الإسلامية اللي عندها انحراف قليل أو كثير عن الإسلام. ما ينبغي الدخول في هذه التفاصيل ما دام هالجماعات الإسلامية كلها ضد هالهجمة الشرسة العلمانية. فهنا ما في مجال أنه يجي يعني يشفي غيظ صدور المؤمنين بأن يقول هؤلاء من الإسلاميين هدول على الحق وهدول منحرفين قليلا عن الحق وهدول منحرفين كثيرا عن الحق. هذا ليس هذا مجاله، بارك الله فيك. الآن جبهتان إسلامية فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، وجبهة أخرى ما فيها كذا وكذا، كلهم جبهة الكفر والضلال.